معكم لخدمة الجالية تاعنا الجزائرية امتدادا ل تكلمنا يعني مع السيد الوزير في قضية مشاكل تاع الجالية بخصوص مراجعة فتح الحدود. يعني الآن راه فتح حدود جزئي وتكلمنا على يعني القضية هذه، بحيث أن الجالية الجزائرية يعني الموجودة في الخارج جلهم عندهم تربية صحية و لا بليبار 98% يسون فاكسيني. تكلمنا كذلك عن مشكل تاع لو بيي 700 اورو راهي غاليه 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 بالبزاف بالنسبه لي يعني الواحد اللي يكون عنده امتي تروترات. وتكلمنا ايضا عن قضيه الشغل، يعني الكفاءات الجزائريه موجوده في الخارج، يعني كاين شباب اللي عندهم كفاءات وما صابوا شغل باش يدير لهم ادماج في الادارات الجزائريه اذا امكن. سي لوكازيون سي دو سولفي ان بروبليم اورجون اون توت اورجونس à savoir la fermeture des frontières. Comme vous le savez, donc les Algériens ne peuvent pas voyager en Algérie. Le peu des Algériens qui ont réussi à avoir des billets avec la seule compagnie, à savoir Air Algérie, ils sont chanceux, mais ça reste très très restreint. شكرا في نفس الوقت السيد رئيس الجمهورية لإدماج اسم الجالية مع وزارة الخارجية. وهذا يدل على اهتمام السلطة العليا في البلاد بالجالية الجزائرية. يعني نطمنوا الجالية الجزائرية بأنها يرى في يد أمينة إن شاء الله، وأعطوهم شوية وقت فقط، نطلبوا فقط بعض الوقت. احنا قدمنا كل الأمور اللي طلبتوها منا، ورانا نطالبوا بتخصيص رحلات من الأمور اللي حضرنا عليها، تخصيص رحلات مباشرة من بعض الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول.